كان عندي المرض في السهولة، قال لي عندك مرة الحالة الأخيرة في السهولة، وباقي ما داروا معايا يعني. كان ندير الشيمي وقال لك ندوزي على الطبيب بعد نشوفه واش صح يدي ولا لا. ومنيش مشيت رجعت للطبيب هاد السيمانة اللي فاتت، قال لي طلع لك الراس، المرض طلع لي الراس. الحمد لله، الحمد لله، شكرا لله، الحمد لله، شكرا لله. باقي ما درنا معايا ولا والو. قال لي ندير البوله، البوله وقال لك خازره ميزقو، استنى النهار اللي يعني نشوف واش غندير. هو العوين الرحيم ما كاينش ليك يعاوني، وعندي عاد البويات نشوف الحاجة كده. الحمد لله، كضرني راس بالزفت كمل. هاد السيدة عندها سرطان ديال الثدي، هي دابا 4 سنين كانت كدرها، كان كدرها الثدي ديالها. ومني كتمشي عند الطبيب حيت ما كتمشيش، كتمشي غير عند الطب العام، ما عندهاش الامكانيات باش تمشي عند شي طبيب سبيسياليست. كيقولوا ليها لا راه ما عندك والو، ما عندك والو. حتى لهاد العام مشات للميريزكو، دارها داكشي بزاف، مشات دارت لا مشات دارت ليكوغرافي ولا معرفت ميموغرافي، والقطر عندها السرطان. وقالوا ليها وصلت عندك مرحله خطيره، يعني خصك ضروري تديري الشيمي عاد نحيدو لك، عاد نحيدو لك الثدي ديالك. دارت شحال من مرحله في الشيمي، وهذا الشيء ماشي ساهل داز عليها. هي ما عندهاش الزوج ديالها، وما عندها حتى شي واحد يخدم عليها، عندها الولد ديالها باقي قاصر، وبنيتها هي قاصر يلا تزوجات، ما عندها لا مدخول لا سميتو لا تقاعد لا حتى شي حاجه. عندها كانت هي كتعيش راسها راسها، ولكن من جا هذا المرض ما بقات لقيت حتى شي واحد يعاونها غير مالي الدرب. اختها كترفع عليها مره مره شويه، هذا الشيء اللي كاين. وصافي بقات كدير في الشيمي، وعرفتي في مريز ولا مشيتي خصك ضروري تدور معاهم باش يلاه يسبقوك شويه. اما لما دورتيش معاهم بعد المره الاولى عطاوها 5 شهور عاد يديروا ليها الشيمي، عاد تاخد رونديفو باش تبدا دير الشيمي. مشات عاوتاني عطاوها صافي بدات في الشيمي، ولكن هذاك الشيمي ضروري خصها تبقى تدور باش تدوز، حيت كيبقاو يعكسوا ليها لا مشات معطله ولا هادي، لا خصك هادي، خصك دوري 150 درهم، خصك 100 درهم. السيده ما عندهاش حتى ما تاكل تشرب، ما عندهاش غير الناس ديال الجيران هما اللي كيجيبوا لها مره حسوه، مره واحده الدور راه 50 درهم، مره 20 درهم. ولا العيالات ديال الدرب انت عارف هاد الحي الشعبي العيالات هما ما بحالهمش، يعني اللي غتعطيك تعطيك 20 درهم، وخدام عند راجلها بزز ما عندهمش. هذا الشيء هو باش كتعيش هاد السيده، وهذا الشيء هو اللي خلى هاد المرض يطلع ليها الراس. هي تعطلت بزاف، ومني كتمشي عند الطبيب عرفتي الطبه، ملي كتمشي عنده ما كيعطيكش واحد الوقت يبقى يقلب فيك. هي درتها ودنها ودازت ليها بالكيح، ومن بعد دازت ليها بالدم، والطبيب كيقول لها لا راه ما عندك والو، حاجه عاديه. وعيطت لاخت، عيطتي لاختها كل ما عرفت شي وحده، عيطت بعدا لاختها، الناس على الدرب صافي عياو ما بقاوش قدو الناس يجبدوا ويعطيوها. عيطت لاختها قالت لها اختي انا راه صافي مشيت، راه ودني بغيت كدوز ليا بالدم. اختها صيفطت لها 500 درهم، هذيك 500 درهم مشات دوزت ب 5000 ريال، وشطت لها 5000 ريال، وعندها الدواء كثر من ديك 5000، غير الناس وقفوا معاها، ومرات الفرماسيين باقا لدابا كتسالها. وهذه شي سيمانه دابا باش وقع لها هذا المشكل، ورجعت عاوتاني عطاو قال لها ما عندك حتى شي حاجه صافي، راه ودنك برات لك. السيده باغي اللي يوقف معاها ويعاونها، هي الاولى ما عندهاش حتى في الماء والضو، ما عندهاش اللي كيخلصوا ليها الماكله والشرب، ما عندهاش اللي يوكلها ويشربها. الناس الجيران اللي كانوا كيعطيوها راه عياو،
ولدها راه باقي صغير خصو يدير تكوين وخصو عاد يخدم وخصو عاد باقي عنده طريق طويله بلا بغى يعاونها. هاد السيده خصها اللي يعاونها ماديا ويوقف معاها يشوفوا لها هاد الحاله اللي وصلت لها صعيبه، يعني الا ما كانش اللي يوقف معاها راه ما غاديش الناس ما غتسوقوش ليها. عندها نهار اثنين خصها دير البوله وشفت شوف عرفتي هو ملي كيوصل للراس راه كيولي صعيب. الله يجازيكم بخير، انا كنتمنى الناس يوقفوا مع هاد المراه ويعاونوها. راه واحد غير لا كان واحد معاون بعدا باش يخلص عامه هدو، ما هي مابقاش كتشوف دابا فراسها ولا كتشوف وليداتها اللي ضايعين قدامها.